الفار اليوم. اهلا بيكم. حضرتك كنا عايزين نعرف كم عدد المحافظات اللي نزلتوا فيها وجمعتوا فيها اصوات؟ والله احنا لفينا محافظات كتير، رحنا سوهاج، رحنا الدقهلية، رحنا الحيرة، المنوفية نازلين قريب ان شاء الله، ورحنا كفر الشيخ، وان شاء الله نازلين قريب كمان شرم الشيخ، عندنا ايفنت كبير قوي هناك، ونازلين بتنشيط السياحة ودعم وتنشيط السياحة واستقرار مصر برعاية حملة كامل جميلة في طرابلس. حضرتك بيستقبلوكوا ازاي مثلا الناس اللي انت بيستقبلوكوا؟ لا طبعا استقبال عالي جدا، وكله بيرحب قوي، وكله بيبقى عامل مؤتمرات عندهم وبيدعونا، وطبعا هو ما فيش خلاف على انه كله عايز الفريق السيسي ومرحب بالموضوع جدا ومستني اليوم ينزل فيه. شايفة ان مشاركة المرأة فعالة من خلال الحملة؟ طبعا طبعا، احنا عندنا في سيدة سوزان في كفر الشيخ عاملة شغل عالي جدا جدا لوحدها، عندنا أستاذة هبة في الدقهلية عاملة شغل جامد جدا، احنا تقريبا المرأة شغالة بدور قوي جدا في الحملة. حضرتك احنا دلوقتي سمعنا من المستشار رفاعي مؤسس الحملة ان عدد التوقعات وصل ل 18 مليون وصل ل 18 توقيع. واحنا لسه كمان ما عملناش حصر لبقية المحافظات، لسه عندنا اسيوط لسه ما سلموناش، سوهاج لسه ما سلموناش، المنوفية النهارده المفروض انها تسلم نص مليون، هتسلم نص مليون، وكفر الشيخ سلمت، كفر الشيخ سلمت النهارده، لسه اسوان ما استلمناش، لسه بني سويف ما استلمناش، المنيا، الفيوم، لسه عندنا وجه بحري مش كله سلمنا، لسه عندنا كتير جدا، احنا لسه شرم الشيخ لسه ما سلمناش، عندي استمارات كتير في شرم. فان شاء الله الاعداد هتعدي. واخر ميعاد للحمله والله احنا كل ما نحط ميعاد الناس تطلب مننا مدوها لنا شويه. اخر حاجه قلنا اخر نوفمبر، قالوا لنا معلش ادونا فرصه تاني لاخر ديسمبر، فاحنا مستمرين يعني بناء على راي الناس في الشارع. ايوه ايوه، الناس بيطلبونا في التليفون والناس بيناشدونا ويقابلونا في الشارع، طولوا الوقت شويه، احنا لسه ما خلصناش، لسه عندنا توقعات تانيه. ولكن في بعض الناس متخوفين ان الفريق السيسي بعد كل الحملات والدعايه اللي هو بيعملوها ان هو ما ياخدش انتخابات الرئاسه. بص بقى، هو احنا دلوقتي ما عندناش رئيس جمهوريه، الرئيس بتاعنا رئيس مؤقت، اذا الشعب هو القائد الاعلى والقائد المسطح، فاحنا هنديله امر بالنزول، لان ما فيهاش ان الفريق السيسي يفكر ينزل ولا لا، احنا كبلد وكشعب محتاجينه قوي ان هو ينزل، فهو ملوش حريه الاختيار، هو فرض من الشعب عليه، وهو راجل وطني جدا، فما اعتقدش انه هيتاخر على شعبه. يعني بنسبه كام في المية حضرتك شايفه ان هو ممكن يخوض انتخابات الرئاسه من وجهه نظرك؟ لا والله هي مش كام في المية، بس هو اجبار، هو اجبار، هو لازم ينزل، لازم ينزل، هو قال اؤمرني ولا نفسي. صحيح. تقييم حضرتك بقى كامرأة في الحمله، يعني تقييمك لاداء وزاره البلاوي؟ لا طبعا زفت بصراحه، يعني ما فيش حد في مصر، لا وزارة البدلاوي دي لازم تتشال وتتشال فورا، لان هو عمال يوقعنا اكتر، احنا بنحاول كشعب نطلع، بنحاول كشعب ندعم سياحة، ننشط سياحة، بنحاول كشعب نجمع توقيعات للفريق السيسي، بنحاول كشعب نشوف ندرس القوانين بتاعت الدستور مناسب لينا ولا مش مناسب، قانون التظاهر، احنا كشعب بشغل واحد. حضرتك مع تبني الحملة لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة طبعاً، ولا طبعاً انتخابات رئاسية مبكرة، ومش عايزة برلمان، عايزة خريطة الطريق تتغير، يعني يا ريت يبقى فيه تعديل، يوصل للفريق السيسي يبقى فيها تعديل، لان احنا ما نضمنش اذا جالك البرلمان الاول الاخوان يعملوا فينا ايه تاني. التخوف برضو من لعبه الصناديق، طبعا لعبه الصناديق والزيت والسكر والحاجات اللي شراء الاصوات، خلاص احنا خلاص هم اتكشفوا، بس للاسف لسه عندنا طائفه او فئه او اقليه في المجتمع اللي هم الاميين، اللي هم مش مدركين، اللي هم فدول هم سهل شرائهم، فاحنا عايزين نغير، بس نعدل خريطه الطريق بحيث انه يكون الاول انتخابات رئاسه، بعد كده برلمان، وبعدين انا حقا. انا من وجهه نظري كمها، هو احنا متاخرين في الرئاسه ليه؟ البلد واقعه، البلد عايز رئيس، احنا ايه اللي خلينا نستنى لسه لشهر 6 الجاي؟ هناك اقاويل بان هناك حرب ضد الارهاب في مناطق وعشوائيات. والله بص احنا مصر مش هتتظبط، بلدنا مش هتتظبط، بلدنا مش هتتقفل ببنها، بلدنا مش هتمشي كويس الا لما الفريق السيسي ينزل رئيس جمهوريه. طيب احنا ليه هنسيب نفسنا نتدهور اكتر 6 شهور؟
ليه؟ طب ما ينزل يعلنوا عن رئاسة مبكرة عشان الظروف والوضع اللي احنا فيه، وينزل سيادة الفريق ونديله أصواتنا عن طريق الصناديق، ويجي مراقبين دوليين ما عندناش مانع خالص خالص، وينزل رئيس الجمهورية. احنا ليه مستنيين كل ده برضه؟ ما هو كل ده ضدنا مش لصالحنا. أول ما يجي رئيس جمهورية لمصر والفريق عبد الفتاح السيسي الباب هيتقفل علينا. احنا دلوقتي كل بيبقى مفتح، هو أول ما يجي هيقفل الباب ونعالج شؤوننا الداخلية، وهو هيتصرف مع الشؤون الخارجية، بس على الأقل جوه هيتصرف.